يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. احتفى مصمم الازياء السعودي سراج سند بمجموعته الجديده للعام 2016 والتي قدمها اثناء مشاركته في القاهره في احد العروض التي جمعت مجموعه من المصممين العرب. راح نتكلم عن تفاصيل اكثر عن هذا العرض وجديد سراج سند في ازياء المراه في هذا اللقاء مباشره من استديوهاتنا في جده. ويا اهلا وسهلا فيك استاذ سراج. اهلا وسهلا فيك وفي المشاهدين الكرام، وانا سعيد جدا اني انا متواجد معكم في هذا اللقاء ان شاء الله باذن الله الجميل باذن الله. ونحن ايضا سعيدين فيك استاذ سراج، يعني في البدايه نبارك لك على هذا العرض، وحابين نعرف يعني منك تفاصيل الحدث اللي صار في القاهره وعرض الازياء اللي صار. اولا انا تلقيت دعوه من الاخ شادي زاهد اللي هو رئيس شركه فينومينال لتنظيم العروض. طرح علي فكره انه قال انه في تجمع لمصممين عرب في القاهره، وانا لي فتره عن القاهره ما قدمت فيها العرض اللي يليق في 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 مكانتها في الوطن العربي. مجرد ما طرح علي الفكره تكلمت معاه على التفاصيل، ووجدت انه فرصه انه لان هذه اول عرض لي اقدمه في 2016. والحمد لله كان في تجمع جميل من مصممين من الوطن العربي، من المملكه ومن مصر. التنظيم كان رائع والحضور كان رائع، والحمد لله قدمنا شيء ان شاء الله اللي يليق في اسم المملكة العربية السعودية. ايش هي المجموعة يعني اللي شاركت فيها وقدمتها؟ هل كان لها طابع تتميز فيه او ثيم معين يتميز فيها؟ طبعا انا ركزت لانه انا يعتبر هذا العرض النسائي الاول اللي انا اقدمه بشكل مطلق، يعني ما قدمت فيه اي قطعه رجاليه. تعرفي انت بداياتي كانت مع في الازياء الرجاليه. بدات على استحياء من فتره واخرى اني انا اقدم الازياء التراثيه المطوره. حبيت المره هذه اني انا اقدم ازياء نسائيه بحته، بحيث اني انا اقدم التراث السعودي اللي انا اشوفه واللي افخر فيه، فحبيت اني انا اقدمه في فساتين السهره. الحمد لله حاولت اني انا اخذ يكون الثيم كله من المشلح السعودي او الخليجي بصفه عامه. حاولت اني انا اوظف الخط العربي كذلك في الازياء اللي انا اشتهرت فيها، اني انا الحمد لله اول من وظف الخط العربي في الازياء. فحبيت اني انا اكرر هذه التجربه في الازياء النسائيه. وجدت صدى الحمد لله جميل، واتمنى باذن الله انه لان الان ما لنا اسبوع انتهينا منها، ان شاء الله انه ردات الفعل متتاليه. وهذا اول شيء اني انا مبسوط فيه اني انا معاكم متواجد بعد اسبوع من نهايه العرض. طيب استاذ سراج، يعني كمصمم ازياء سعودي، تشوف ايش اثر او دور الخط العربي في ازياء المراه بالتحديد السعوديه؟ للامانه انا بالنسبه لي الخط العربي هو الشيء اللي يمتعني في اني انا ارسم. وجدت جربت على الدقل في الرجال، فالحمد لله وجدت صدى جميل ونجحت. قلت خليني اجربها على الفساتين، بس كنت اخذ يعني مثلا في اول قطعه انا قدمتها اغنيه سمو الامير سعود محمد عبد الله الفيصل اسمعني، اللي شدى فيها الاستاذ عبد المجيد عبد الله. حاولت ان انا اخذ كلمات الاغنيه هذه واوظفها في الفستان. الحمد لله وجد صدى جميل جدا من الناس اللي كانوا مركزين ايش معنى الكلام اللي موجود على هذه القطعه. وقدمت قطع اكثر من قطعه فيها خط عربي، لكن كان الشيء الرابط بين كل المجموعه اني انا وظفت المشلح بالشكل اللي اشوف فيه المراه العربية بشكل عام في هذه القطعة. طيب يعني أهنيك على هذه المجموعة اللي نقدر نطلق عليها يمكن مجموعة موسيقية أو أزياء موسيقية نوعا ما، لأنك وظفت فيها الخط العربي وأيضا الأغاني العربية.
طيب أستاذ سراج، يعني أكيد لكل مصمم أزياء فلسفة خاصة في الألوان، فإيش هي الفلسفة الألوان يعني اللي اخترتها ووظفتها في هذه المجموعة، وهل تماشت يعني نقدر نقول مع ألوان العام الجديد أو 2016؟ طبعا أنا لازم أني أنا أكون تحت مظلة الموضة العالمية، وحاولت اني انا احرص اني انا اقدم اكثر من قطعه اللي تتماشى مع الالوان الدارجه في 2016، منها الاحمر، منها الوردي، ومنها كذلك الاسود اللي هو اللون الثابت في كل المواسم. ملك الالوان. ملك الالوان، وكذلك الابيض انا اعتبره من الـ من الـ من الالوان اللي لا يمكن اي مصمم ازياء انه هو يستغنى عنها، لانه اللون الابيض يعني يعطيك مساحه جميله في انك انت تبدع كيف تقدم القطع بالشكل الجميل. اكيد انه الموضه السنه هذه الالوان اللي فيها انا حاولت ان انا اخذ الالوان اللي يسموها القويه فيها، وحاولت ان انا اقدمها في 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 المجموعه حقتي. ممتاز. طب ايش هي انواع الخامات اللي استخدمتها والتكنيك يعني اللي انت حددته غير الخط العربي؟ في خامات معينه حبيت تضيفها، اشياء غريبه شوي يمكن حبيت تقدمها عشان يعني يلاقي هذا العرض يعني اقبال ويعني طلع نقدر نقول بعد؟ جميل. انا اعشق الاقمشه الفخمه. الدانتيل حاولت ان انا استخدمه بشكل كبير، كذلك التفته والجاكار، و الاقمشه اللي اعتقد انه تليق بالمراه الخليجيه بصفه عامه، حاولت اني انا اختار اجودها بحيث اني انا لانها يعني تتماشى مع بالذات مع معانا كمصممين، تكون من معطيتنا مساحه كثير ان احنا نقدر نتحرك في القطعه بالشكل اللي ممكن تظهر فيه بالشكل اللائق. استخدمت هذه الاقمشه، والحمد لله انا دوما وابدا معروف عني اني احاول اني قدر الامكان اني اختار اجود وافخم انواع الاقمشه اللي استخدمها في القطع حقتي، ان كانت رجاليه او نسائيه. ممتاز. واحاول اني انا اختارها بعنايه بحيث انها تكون ما تكون مشاعه في السوق، حتى انه تكون سهل على اي احد انه هو يحصل عليها. لا، لابد اني انا ممكن اكون في اي دوله في العالم اشوف قطعه قماش احس انها قطعه واحده على طول اقتنيها واحاول اني انا اصمم عليها قطعه، مجرد انه في عميله تحتاجها. هذا هو الجمال، انك انت فعلا تتعب وتعطي قطعتك قيمة، انك تجيب القطعة هذه من المكان اللي انت اخذته منها. استاذ سراج، يعني اهنيك على هذا الكوليكشن وهذه المجموعة، لكن طبعا قدمت الزي السعودي التراثي والمشلح بالتحديد في هذه التجربة في القاهرة، لكن كيف تشوف حجم التفاعل يعني اللي شفته في العاصمة المصرية القاهرة عشان تقدم المملكة في الازياء السعودية صورة جميلة، خصوصا يمكن نقدر نقول بحضور عدد كبير من نجوم الفن والثقافة؟ والله أنا أعتقد أن القاهرة بصفة عامة أو دولة مصر هي أم الفنون كلها، وهي اللي تحتضن دائما كل إبداع الفن العربي، وهي فعلا فعلا محطة أساسية ورئيسية بالنسبة لأي شخص يحاول أنه هو يقدم فن راقي. الحمد لله الآن ما مر على العرض الأسبوع، لكن الصدى بالنسبة لي أنا كعرض أعتقد أن الجهة المنظمة كانت موفقة جدا في تنظيمها، لأنها ساعدتنا كثير على إظهار العرض لي أو لغيري من المصممين المشاركين اللي تشرفت أني أنا كنت معاهم. كانوا تنظيميا كانوا رائعين. تجربة القاهرة كانت بالنسبة لي هذه المرة كانت جميلة. النجوم اللي كانوا حاضرين، قوة العرض أو الإيفنت بصفة عامة كله، خلت أنه في أغلب نجوم دولة مصر انهم يكونوا موجودين معنا. الصدى كان جميل جدا من وقت حضورنا في القاهرة الين ما غادرنا، وكان في
في ردة فعل جميلة. طيب أستاذ سراج، يعني عندي سؤال يطرح نفسه، تشوف أن مصمم الأزياء السعودي أو مصممة الأزياء السعودية قادرين للوصول إلى العالمية بإذن الله في تصميم الأزياء واختياراتهم؟ طبعا احنا بلا فخر نعتقد ان جميع المبدعين السعوديين عندهم القدرة انهم يضاهوا اي احد في العالم. الحمد لله، انا بالنسبة لي اتكلم على مجالي واعوذ بالله من كلمة، انا قدمت في نيويورك وقدمت في 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 باريس وقدمت في المانيا وقدمت في اغلب دول العالم، في الارجنتين. كان لنا بصمة اننا احنا ننقل تراث المملكة العربية السعودية الغني الى 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 هذه الدول العالميه. الان في نقطه اختي انا اقول لك عليها للمشاهدين، اني انا ملاحظ انه كثير من المصممين العالميين، يعني اتكلم على مجالي، كثير من المصممين العالميين بداوا يرجعوا الى الوطن العربي بصفه عامه، ان كان دول الخليج او غيرها، انه اكتشفوا انه في ارث جميل جدا وفي تراث جميل جدا بداوا ينهلوا منه ويحاولوا انهم هم يوظفوه في ازيائهم من خلال طبعاً. النقوش العربيه، من خلال الخط حتى العربي. فهذا الشيء الجميل اللي احنا افضل ناس ان احنا ممكن نقدمه ونمثل فيه بلدنا. طب ما بعد الخط العربي، لو جزء بسيط لهذه الدوله ان شاء الله باذن الله، ما بعد الخط العربي ما بعد الخط العربي والكوليكشن انت قدمته في القاهره، يعني ايش جديدك باذن الله؟ الحمد لله. شوف، انا 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 مبسوط اني انا متخصص في شيء وبحاول ان انا ابدع فيه. انا متخصص في الخط العربي وهو اكثر شيء احس اني انا ممكن اتحرك فيه في رسمي. مبسوط فيه، انا بحاول ان انا اطور فيه، اطور فيه بشكل جميل بحيث اني انا اوظف الخط العربي بشكل اجمل على القطعه. الخطوه اللي بالنسبه لي انا اعتبرها القادمه باذن الله اني انا قاعد اجهز الى الفاشن ويك في نيويورك باذن الله في سبتمبر القادم باذن الله تعالى، وبدأت من الان ابدا انه نفس القطع اني انا احاول اني انا اقدمها واضيف عليها مجموعه قطع اخرى باذن الله تعالى. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. مصمم السعودي للازياء سراج سند، شكرا لك ونبارك لك مره اخرى هذا العرض الذي قدم في القاهره. مشاهدينا، بالتاكيد فقرات سيدتي مستمره معكم، لكن من بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، لأنها نعمة، حملة متميزة يحققها فريق بصمة الطبيب.